بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يتم الآن بعون الله تعالى وحمده توزيع مصاحف هبة عن الحاج عصام حجير أبو أحمد لروح والديه وجميع أموات المسلمين لحلقات تحفيظ القرآن في مخيمات الشمال السوري. اللهم تقبل يا رب. تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا قصور، فمن بركاته عقل سليم.